مرحبا. طقس متقلب غير مستقر عم بيسيطر على منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط، أما لبكرة فطقسنا غائم جزئياً على المرتفعات مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة. تساقط أمطار متفرقة وهبوب رياح نشطة بالإضافة لثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق رح نشهدها بالفترة الصباحية، إلا أنه من فترة بعد الظهر بيرجع الطقس للتحسن التدريجي. نسبة تساقط الأمطار بطرابلس من أيلول حتى اليوم 820 ملم، السنة الماضية كانت 900 ملم، أما المعدل العام ف 717 ملم. ننتقل لنشوف الحرارة ببعض المناطق اللبنانية وبنبدأ من رميلة 17 درجة، قديشة سجلت الحرارة فيها 9 درجات، القاع 13 درجة، أما السرفند ف 15 درجة مع انخفاض بدرجات الحرارة خلال الليل. كيف رح يكون طقسنا بهاليومين منشوفهم مع بعض. ارتفاع تدريجي منلاحظه الجمعة السبت الأحد مع درجات حرارة 14-17، السبت 15-19، والأحد أعلى درجات حرارة مع 16-20 درجة. هيدا كان جونا لليوم، منشوفكم بكرة بجو جديد. أما هلأ فللأجواء الإخبارية.